بايلدى، وهو نوع من انواع الباذنجان يعني زي المسقعه، حاجه قريبه لينا. احنا هنشق الباذنجان كده، هناخده نشوحه تشويحه بسيطه كده بس يدبل دبلان بسيط. هحتاج ان انا اقطع الطماطم مكعبات، هحط شويه زيت زيتون عشان اعمل الخلطه للباذنجان، واجيب البصل، هاخد بقى الطماطم كزبره، وهجيب شويه ثوم، وهجيب شويه صلصه طماطم، وعندي عصير طماطم كمان مبشور، عندي شويه فلفل حراق. بس قبل ما اضيفه خلوني احط دبس الرمان، هقلب كل النكهات دي مع بعض، شويه فلفل وشويه ملح بس كده. اللي هيحصل دلوقتي هضيف شويه كزبره زياده عشان هطفي النار، فعايزه نكهه الكزبره تبقى شديده شويه. هاخد شويه من الصوص اللي انا عاملاه ده، احطه فرشه للباذنجان. اجيب الباذنجان احطه كده، وابتدي احط الحشوه زي ما قلنا، واحاول ادخل الحشوه جوه الباذنجان عشان يتشرب من الطعم ده. هحط شويه من الصنوبر كده على الوش، مش محمص لانها هتدخل الفرن، فاحنا عايزين الصنوبر يتحمص معاها جوه. والامام بايلدى او الباذنجان التركي بتاعنا جاهز، قدمناه بس بشويه كزبره في طبق التقديم، واهو بيطلع بالشكل ده.